مين قريب منك من اللعيبه؟ طيب والله هو نيدفيد وسعد، بس يعني الفتره دي بقى برضو يعني متولي والشناوي بصراحه. يعني مين بتعمله حس كده في المكان، تخرجوا بقى بره اطار اللعب نخرج بره يعني نخرج مع بره بعض التمرين، يعني مثلا لو هتخرجوا مثلا النهارده، مين قريب منك بتحب تتكلم معاه، بتحب بتحس ان هو شبهك نيدفيد بصراحه. نيدفيد لان بعرفه من زمان جدا جدا جدا، ايام منتخب الشباب، فالموضوع برضو يعني كسر منطقه الحدود دي، ف مع بعض يعني كويسين. طب انا عرفت كده يا كابتن ان انت بتحب تقعد في النادي الاهلي. اوبا، يعني بره التمرين بتحب كمان تقعد جوه النادي الاهلي، بتحب جو النادي قوي. احكي لنا بقى الحدوته دي، يعني ليه بقى بتحب تقعد جوه النادي؟ والله مش عارف، بس نفسيا هو سبحان الله ما ارتاحش نفسيا غير هنا وحياه ربنا. يعني لو التمرين بيبقى أربعة العصر، ببقى هنا مثلا 11 بالكتير قوي، بنصلي هنا الظهر مثلا. التمرين يخلص 6 مثلا، اللعبه تمشي 7 بالكتير قوي، يكونوا كله مشي، انا لا بقعد مثلا 7:30 8 قاعد. يعني بحب قوي نفسيا، برتاح هنا يعني. سبحان الله، مسنيني صاحب المعلومه دي. انا معايا معلومات على فكره، يعني انت ما تعرفش انا حاجه. ربنا يستر. طيب قول لي ايه اكتر حاجه مثلا شايفها اختلفت فيك كمحمد محمود بعد انضمامك للنادي الاهلي؟ حاجه، ابرز حاجه في شخصيتك اختلفت فيك قوي، يعني بقيت ملاحظها يعني بعد انضمامك للنادي الاهلي. مش شايف، ممكن بقى الاقرب يعني الناس القريبه مني هي اللي تشوفها. يعني انت مش شايف فيك حاجه مثلا اتغيرت قوي؟ لا بعيدا عن المسؤوليه طبعا، هو كده كده احنا عارفين دي قلناها. النادي الاهلي يعني هو اصلا نادي دي قلناها. مسؤوليه يعني كلمه شخصيه اللعيبه دي، ما انا من ضمن اللعيبه فقلت يعني بالظبط. لا شخصيتك انت بقى كمحمد محمود عشان بعيد مش هتبقى. لا طبعا، يعني قصدي شخصيتك انت كمحمد محمود بره بقى يعني النادي. لا ما حاسس ان انا ما اختلفتش بصراحه، يعني هو انا اصلا يعني انا بيتوتي شويه، بحب اقعد في البيت شويه يعني قوي، فما اختلفتش يعني. بحب اخلص، بحب اركز قوي في التمرين واخد واخلي جسمي ياخد الراحه الكافيه عشان اقدر اكمل بقيه الايام بشكل كويس. انا منتاليتي يعني اللي هو ما انا يعني اكتر حاجه بفهم فيها في حياتي هي الكوره. انا ما بركزش في اي حاجه تانية غير الكوره، عمري ما بركز في اي حاجه، ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه، هي الكوره بس، ما بفكرش غير فيها. يعني مش عقد يعني، بس هي الكوره حياتي بجد. يعني ما برتاح نفسيا، ما ببقاش مبسوط غير لما بلعب. نفسيا ما ببقاش سعيد غير لما في الملعب بتمرن. يعني هي اصعب سنتين عدوا في حياتي هم دول، اللي هم الاصابه. مش عشان يعني اتصبت وعمليات ولا، خالص خالص خالص. انا الفكره عندي ان انا حياتي الكوره، ما فيش حاجه بتسعدني في حياتي غير الكوره.